لأنه الدقائق الأخيرة لولا الجمهور ما غاديش نوصلوا للهدف ديالنا، لأنه حقيقة كنا مقصرين. يعني ردة الفعل ديال الجمهور كانت إيجابية، وفي نفس الوقت ردة الفعل ديال اللاعبين كانت إيجابية وحققنا المبتغى. في نفس الوقت نشكر الصحافة كما اللي كتوقف يعني الطريق ديالها الطريق الأول لصحافة الزكاكية، ونزكي الكلام اللي قال سي كاموندي على الخبر اللي كيدير داخل الفريق خدمة اللي ماشي غالية، يعني سنتين ولا 3 سنوات 4 سنوات اللي كانت من كاتيجوري، والحمد لله أنا عطات الثمار ديالها.